عسلامة ومرحبا بكم. هذايا برنامجنا الرادار اللي باش يتابع الاكتواليتي الموجودة على مدى أسبوع في ساحلنا الكبير. احنا باش نكونوا همزة الوصل بيننا وبينكم وبين المسؤولين وشنو اللي قاعد يصير في سوسة المستير المهدية بجميع معتمدياتها. نمشيو نشوفوا جنجل ونرجعوا مع بعض. في برنامجنا باش يكون عنا برشا فقرات اللي باش تأثثوها انتوما بالكومنتير متاعكم وإلا بالمساجات تبعثوهمنا على صفحة الساحل تي في، وإحنا باش نكونوا بالمرصاد ونعملوا قرصة وذن صغيرة للمسؤولين الموجودين بالجهة. نبدأ بالمتفرقات متاعنا. قالك يا سيدي، شركة تونسية لسكك الحديد تقرر تركيز أعوان داخل القطارات لحماية المسافرين، كاميروات في وسط المترو، وعاون في كل باب دوما تطلع تلقاه يقول لك هي تسكرتك. هذوما الكل ما ينجموش يامنوا، وعليه هذاك المصاريف تاع الكاميرا والكرون، عليه هذاك الكل. وفوق منها نزيدوا اعوان اخرين قالوا لحمايه المسافرين مش كان حسنا الخدمات خيره. ها المترو ما بين سوسه المهديه يقعد ساعتين، ما قريتوش حسابك الطالب اللي يعمل في النافات وك العامل اللي يطلع في المهديه ولا من سوسه العكس، هو ماشي يقعد ساعتين في مترو في ولايه معناها تبع 60 كيلومتر على سوسه، كان مشيو نحسنوا هذا خيرنا. الخبر اللي بعد، دار الخدمات بكندار سوسة مغلقة منذ 4 سنوات والمواطنون يتذمرون. بالله على شنو يتذمروا يا اخي، فما خدمات هو من اصله، ودار الخدمات هذه شنو وظيفتها؟ ها نجموش تفهمون وتجي يقول لك والله هي قاعدين يتذمروا وما فهم، وشنو هي الخدمات اللي قاعدين انتم تقدموا فيها؟ تسكروش الدهر الكل، والله لا نتقلق. نتعداو للخبر اللي بعد، قالك التحضير للدورة الثانية للمهرجان الدولي للفرنكفونية من 6 إلى 10 مارس، ذايا في بلدية سوسة المصونة اللي قاعدة تحضرنا لمهرجان الفرنكفونية. شنو الإضافة اللي باش يقدمها المهرجان ذايا على المستوى المحلي حسب رأيكم؟ أخي اليوم احنا في حاجة لمثل هذه التظاهرات؟ أخي احنا اليوم معناها وقفت معاش عنا لا تقاليد لا عادات لا حد شيء باش نجيبوا تظاهرات فرنكفونية ونبداو قاعدين نتغزلوا بالثقافة الفرنسوية العزيزة؟ معناها هكا ما يلزمنا اليوم نقراو على تاريخ مسيو إيريك ونشوفوا التراث متاع مدام مارسيل؟ هكا معناها شنو هذا في بلاصة قاعدين نروجوا احنا لشنو عنا على المستوى المحلي، ولينا نجيبوا في ثقافات اخرى دخيلة علينا ونحبوا نروجوها بالسيف. ثم المهرجان هذا، انا واحد من الناس احضرت في الدورة الاولى متاعه، شنو مدى اشعاعه على مستوى الجهة؟ شنو مدى الاشعاع متاعه؟ يظهر لي وقيد باش نبدأ نراجع حساباتنا على خاطر ما ناش في حاجة مثل هذه التظاهرات. نتعدوا للخبر اللي بعده، في مساكن تنظيم الدورة الأولى للعدو بين المدارس. هكا ما عاش عنا ما نعم مش ندورها طوى جري وركيض، ما عنا لا يحصر لك المسابقات تاع المطالعة والثقافة العامة وبين المدارس والأسئلة الثقافية والإنتاج الكتابي. اليوم ما عنا ما نعم ونعمل العدو، مدرسة قال لك المدرسة الفلانية تجري مع المدرسة الفلانية، اجري واخلط بتبيعتهم هو حتى زاد السادة المعلمين والسادة القيمين قاعدين حتى هما يعملوا في سياسة العدو هما والنقابات وتلامذة والأولياء. ما ربي يجعل العقبة خير. نتعداو للخبر اللي بعد، في القلعة الكبرى سوسة تلاميذ معهد علي بورقيبة يرتدون الشارة الحمراء احتجاجا على غموض مآل السنة الدراسية. لهنا الخبر هذا يشكر، وحبينا نوصلوا اللي بيكونوا تلامذة هذهم اللي قاعدين ديما تنتقدوا فيهم راهم عندهم وعي وذوما راهم مستقبل البلاد، ولكن انتوما كإطار تربوي ولا إطار متواجد على مستوى وزارة التعليم راهو مستقبلكم وراكم، أما هذم مستقبلهم القدام هما اللي باش ياخذوا المشعل ويكملوا يبنيوا هالبلاد هذه العزيزة. كي تشوفوا اليوم الوعي، شوف معناها ناس تقلقت كيفاش قرايتنا وين ماشي مصيرها بهالاحتجاجات وبهال تعطيل الدروس ومتاع حجب الأعداد. هانم عملوا الشارة الحمراء بطريقة فيها برشا رقي وتحضر وتبارك الله عليهم، نشكرهم، برافو الأولاد، يعطيكم الصحة وإن شاء الله العاقبة خير.
الخبر الاخراني يجينا من ولاية المستير. قال لك يا سيدي ضبط 3 قوارير تحتوي على زيت الزطلة مخفية في طرد بريدي. هذا يا سيدي بعد ما أكل الزيت المدعم تقطع وزيت الزيتونة ماهوش من عاداتنا وتقاليدنا، هاو عن زيت الزطلة عنده برشا فوائد. هذا يا توا سيدي نبدأ دبة دبة قاعدين معنا، هاو فما معنا رو الزيت الزطلة موجود، بشوية نبدأ ونعطيكم معنا شنية المزايا متاعه. قالك يا شيخ، قالك الزيت هذا يطول الشعر، قالك الزيت هذا يبين البشرة، ينسيك في هموم البلاد. أنا معناها ملي كنا في القنب الهندي ولينا معناها ولا زيت الشيء، وين ماشيين بينا، وين ماشيين بينا. نمشي للفقرة الموالية أنا راجعين. رجعنا من جديد في فقرة رادار على مسؤول. اليوم عنا زوز مسؤولين، باش نبداو بصديقنا اللولاني هات ناخذوا عليه فكرة ونرجع. مرحبا بكم الناس كل بحزانة، وبالعكس احنا نثمنوا الحضور متاعكم الإعلامي اللي يغطي المشاكل البيئية هذه، واللي يكون هو الدور الفاعل متاعه في التوعية البيئية وتوعية على المشاكل اللي تنجم تحيط بينا، واللي تخلينا يعني نخمو بطريقة مستدامة للعناية والحفاظ على الثروات الطبيعية متاعنا. سي أحمد غديرة رئيس لجنة البيئة والتنمية المستدامة ببلدية المستير، واللي زاد هو رو عضو في جمعية أزرقنا الكبير. اسم أزرقنا الكبير تقول عنوان تاع محفوظات. السيد هذا نشوفوه كيف يصر على أنه من جمعية أزرقنا الكبير. لولا تحرك المجتمع المدني اللي كانت واحدة فيهم، يعني من اللي هي جمعية أزرقنا الكبير كانت مكون من مكونات. مازال الطولة قال اللي هو رئيس اللجنة متاع البيئة والتنمية المستدامة، رو الطولة قالها من بكري ويحكينا على جمعية ومكونات المجتمع المدني. اسمع، الدور متاعهم فعال في طرح منظور مستدام للتصرف في هالخليج هذا. نخليه سيد أحمد غديرة شوية ونمشي نعنو دردشة مع زميلتنا الصحفية. زميلتنا اللي مشكورة على المجهودات اللي قاعدة تقوم بها، أتحفتنا بكلمات جميلة جدا قدام البحر بتاع مستير. اسمعوا. يبقى اليوم احنا باش نخليكم تسمعوا البحر خليج المستير شنو ينجم يقول لنا، خاصه انه ككائن حي راهو يحمل من الهموم اكثر من اللي احنا نحملوها. علاش على الاقل هو ما يتكلمش اليوم؟ باش نتيحوا له فرصه انه باش يتكلم على مشكله التلوث البيئي اللي قاعد يعاني فيها. صديقتنا اصرت وانها قاعد تقول البحر يتكلم. البحر موجوع، البحر بيضحك، البحر كده ليه، البحر بيتكلم. ايه صديقتنا عزة، في بالنا بيه البحر ما يتكلمش، في بالنا بيه البحر موجوع. ادخلنا في صلب الموضوع مع سيد احمد، ادخل في صلب الموضوع. لكن وعي المجتمع المدني بهالخطورة هذه اللي ممكن تداهم خليج المستير وتمنع الضحكة متاع البحر، يعني يقول لك البحر بيضحك ليه. اليوم احنا باش نشوفوا البحر باش يشكي، اليوم باش نسمعوه البحر شنو يقول، وباش نلخصوا مشاكله مع سيد احمد غديرة. سيد احمد غديرة بعد المقدمة الجميلة اللي قامت بها زميلتنا قال لها تشخيصك في محله. انا هو التشخيص بالحق، تشخيصك يعني في محله اللي هو ضغط كبير على خاطر الخليج متاعنا يبدا من مستوى واد حمدون حتى كشي الكاب مارينا، من الكاب مارينا حتى كشي الراس ديماس في بقالطه. لهنا السيد احمد غديره ادخل في صلب الموضوع بعد حوار مطول وبدا يحكي. قال يا سيدي نقاشات حاده مع الديوان الوطني للتطهير. نسمعه. وكانت وقتها حتى على يعني النقاشات حادة جدا مع ديوان التطهير، ولكن بعد النقاشات الحادة قال لك الديوان الوطني للتطهير استجاب بوعي. نسمعوها، مانيش قاعد نزيد عليه. الديوان الوطني للتطهير واللي استجاب بوعي إلى طلبات المجتمع المدني. كيفاش؟ تو هي نقاشات حادة وتناقشتوا أنت وديوان التطهير على التلوث المتواجد في البحر في المستير، من بعد استجاب بوعي اللي ما عرش ما أنا يزمني نحل عليها الكتاب باش نشوفها، ما نعرش. بعد ما حكاه سيد أحمد غديرة طلعنا بقرار وقال اللي الناس الكل تلمات باش تلقى حل. نسمعوا الحل اللي لقاه. قمنا في حينها يعني بالإمضاء على اتفاقية
ما بينات المجتمع المدني ومكوناته مختلف مكوناته والديوان الوطني للتطهير لرؤية شاملة في عدم سكب المياه المستعملة في البحر. قال لك يا سيدي باش يقدموا رؤية شاملة في عدم سكب المياه المستعملة في البحر. اوه جبنا السيد من وذني، معناها هذه حاجة جديدة اكتشفناها. اجتمعتوا مكونات مجتمع مدني، ديوان تطهير ولجنة وناس وسألت وتشاركية وتمهيدية وتلميتوا الكل باش تقولوا هيا معاش نسكبوا المياه المستعملة على مستوى البحر. اوه ركزونا شوية، اسمعوا لهناش قال، اسمعوا لهناش قال، قال لك هذا الكل باش نوصلوا له في 2020 فما أكثر، معناها ما زلنا نجموا نستناو تلوث أكثر. نسمعوه. نوصلوا له في 2020 ولا أكثر. فما حاجة قالت لهم اسكتوا، كل مسؤول اللي مشيوا نسألوه على التلوث في البحر يتحفنا بهالجملة الجميلة، اسمعوها. تو على مستوى سيدي عبد الحميد، يعني فما ريجروبمون تاع المياه المستعملة من ولاية سوسة الكوليكاية باش تمشي لغادي. سيدي عبد الحميد اللي نسألوه، سألنا مرة على التلوث في شاطئ أبو جعفر، قالوا لنا راهو سيدي عبد الحميد وفما ميضخ، مشينا المستير نسألوا فيه في المستير على التلوث في شاطئ المستير وعلى مستوى القصيبة وصيادة. قال سيدي عبد الحميد والمذخ، معناه الناس الكل تعرفوا للمشكل موجود في سيدي عبد الحميد والمذخ تاع سيدي عبد الحميد، هيا حلوا هالمشكل معاش نحبوا نسمعوه. كيف كيف زاد سيد أحمد غديرة أتحفنا وأعطانا أنواع التلوث وأسبابه بكل ثقة، نسمعوهم أنواع التلوث. التلوث، ولكن فما تلوث بأنواع، وقلنا تلوث البيولوجي، تلوث كيميائي، تلوث حراري. التلوث الحراري جاي على مستوى حمدون كذلك كما نشوفوا معناها الروجين تاع الستاك. تلوث كيميائي كيف تشوف المعامل المتواجده غادي والمتواجده على ضفاف خليج المنستير يعني ككل. في هذا الكل حكينا عليهم الكيمياوي العضوي، حكينا على جميع الانواع وقدمنا درس واطروحه على التلوث وما اعطانا حتى حل. عموما الحوار كان شيق وممتاز مع سيد احمد غديره، وعلما هو راهو ناشط في المجتمع المدني نشجعوا النشاط نتاعك هذا، ولكن نطلبوا حلول عاجله، راهو الناس ما تستناش على مستوى النظافه ولا التلوث في البحر، الناس ما تستناش انه نقعدوا بلا 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 بلا، نتعداو للمسؤول الثاني. رجعنا لكم وفي الشخصيه الثانيه مش نحكيوا على السيد يوسف بن ابراهيم رئيس بلديه حي الزهور. الحقيقة شخصيا السيد ذايا نال احترامي شخصيا، أني واحد من الناس نعتبره الرجل المناسب في المكان المناسب، ولكن هذا ما يمنعناش اللي احنا نجمو نعملو هكا شوية ضمير صغير معاه ونمشي ونشوف وناخذ فكرة على السيد يوسف بن إبراهيم. وانا رجعي يوسف بن إبراهيم ابن جهة الزهور، أستاذ تعليم ثانوي بمعهد الرياض سابقا، ترشحت على قيمة المستقبل أفضل. يصر السيد يوسف بن إبراهيم باش يذكرنا في حواره بأنه هو ولد المنطقة وعاش فيها وقعد يكرر فيها، نسمعها. المنطقة هذه يعني تولدنا فيها وعشنا فيها وتقريبا نعرفوا الحيثيات اللي مرت عليها الكل، فهمتني؟ نعرفوك اللي انت ولد المنطقة ونعرفوك أستاذنا العزيز ودرستنا ونعرف أخلاقك والكرم متاعك، ولكن فما حاجة وانت وماك ولد المنطقة حكيتنا على المرافق متاع حي الزهور، فما حاجة فاجأتني بها، قلت فما زوز منتزهات، نسمعوا. بالنسبة للزهور يعني فما مرافق عمومية، فما مكتب بريد، فما مركز أمن وطني، مستوصف محلي، فما أربع مدارس، وفما مدرسة إعدادية، كذلك مكتبة عمومية، دار شباب، وملعب بلدي. المنتزهات فما عنا منتزه الزهور وعنا منتزه الريحان. سيد الكريم هذوما نعتبروهم منتزهات؟ أها أخي بتاع الريحان هذاك يعتبر منتزه، حتى درجيحة ما فيش حديدة وشجرة، منتزه هذاك يا دي زيد ثبت هذاك منتزه، شوف المنتزه اللي يحكي عليه. لا زاد فما حاجة أخرى، زاد حتى انت راك ولد المنطقة وعايش فيها وقريت فيها، فجأتنا قلت باش نعملوا دار شباب أخرى، هذه فهمتك صحيح فيها دار شباب، قلت باش نعملوا مركب ثقافي آخر، هاك انت اللي قلتها، اسمح. إن شاء الله في نحاول نتواصلوا مع الجهات المعنية، كما مثلا من المفروض فما يعني دار شباب أخرى تنضاف، فما مركب ثقافي آخر. هو من الأصل فما دار ثقافة موجودة في حي زهور باش نقولوا نعملوا مركب آخر؟ يا دي ثبت راك ولد المنطقة راك، ما علينا في ذي. يفاجئنا من بعد زاد السيد يوسف بن إبراهيم، احنا عنا ليمات هذه برشا طواول واربع كراسي تحكي على تعشيب الملاعب،
قال لك باش نعشبوا ملعب حي الزهور. نسمعوا. عنا مشروع ان شاء الله في المده الجايه تعشيب الملعب، الملعب الحي معناها الملعب البلدي، فهمتني؟ شفتوه الملعب؟ انت تعرفوا الملعب يا سي يوسف، معناها من بعد انت بذايا معناها كي نقولوا باش نعشبوه يلزمنا رانا سنين وسنين. هم الملاعب الكبرى وتعبه في حاله وحليله، نحكيوا على المهديه وسوسه ومستير الملاعب الكبرى، فما بالك بالاحياء الموجوده فيها ملاعب بتاع فرق تنشط في الروابط بتاع الهوات. اخطانا من هذا، احنا نتمناو يتعشب، اما زعما من بعد تعمل مشاورات انت وسي مكرم اللقام وتستضيف لنا مقابلات لهنا في ملعب حي الزهور ان شاء الله. لهنا كذلك زاد سيد يوسف بن ابراهيم وقت اللي زميلنا الصحفي بدا يسال فيه على التركيبه نتاع المستشارين. تحسوا تفاجئ، تفرجوا فيه. حكيت لنا على الليجان، تنجم تعطينا فكره على الليجان وشكون بدا ينشط وشكون بدا ينشط؟ والله الليجان احنا يوم يوم التنصيب معناها نجم نعطيكم فكره على ال 12 لجنه. بدا يقرا من الورقه، يقرا من الورقه، يلوج على سامي ومرتبك ترى اللجنه راه عندكم مده مع بعضكم والتو حفظتهم، زيد ثبت. لجنه التعاون المركزي السيده ألفه بن ضياء، ولجنه الفنون والثقافه والتربيه والتعليم يعني يترأسها السيد كمال العبداوي. المقترحات اللي اعطاها لنا السيد يوسف بن ابراهيم لتحسين جوده الحياه في منطقه حي الزهور عملت رحله الشتاء والصيف، نمشيو نتبعوه ووسعوا بالكم. دي المجلس البلدي يصغي للمواطنين وياخذ يقرر معناها يكتب يدون الملاحظات هذيك، ثم حكينا على الكفاءات وقريته هو في المدرسة اللي موجودة في حي الزهور. نسمعوه. نقرينا كل في مدرسة بورقيبة، مدرسة كانت الأولى في المنطقة متاعنا، وعنا من الكفاءات خرجت يعني المنطقة دي العديد من الكفاءات، من أطباء، محامين، مهندسين، ومنهم حتى اللي ينشط في يعني في خارج البلاد التونسية. من بعد دي حكينا على أصحابه اللي في المدرسة اللي مشاوا سافروا لبرا وما جاوش استثمروا في حي الزهور. نسمعوه. هنقولوا للأسف أنه العديد منهم ما رجعش باش يساهم في بناء المنطقة. الحقيقة ما حقهمش الكفاءات ولاد حي الزهور اللي سافروا، معناها حقهم يجي يستثمروا في جهتهم ومنطقتهم، وهذا منطقي ومقبول، أنه زادة من حقنا البلاصة اللي تربينا فيها وترعرعنا فيها نجي ونعاونوها بالإمكانيات البسيطة. ونعرفوا اللي فما برشا ناس قاعدين يستثمروا في بلاي أخرى وما مش معاونين الجهة متاحهم. نسكروه الموضوع هذايا. كي حكينا على الموضوع البطالة قال لنا مشكل وطني نعرفوها، راهو ما جبناش السيد من وذنه، راهو سي يوسف في بالنا نعرفوا اللي هو مشكل وطني، ولكن انت اتحفتنا بحاجه نسمعوها. مشكل وطني ماهوش مشكل محلي، البطالة باعتبار الفارق او الفجوه بين ما تفرزه الكليات معناها الخريجين الكليات وبين يعني ما عادش عندنا سوق الشغل اللي معناها تتقلص من عام لاخر. قال الكليات هي المشكل. شنعم نسكروهم؟ نسكروا الكليات؟ ما عادش نقراو وما نتخرجوش، نوقفوا التخرج بمده 20 عام على القليله؟ شنعم عمرها ما كانت مشكله، ونراجعوا حساباتنا في برشا كلام نقولوه. حبيت في الختام مع سي يوسف مرة أخرى نعاود نشكرك على رحابة صدرك، وإحنا في فقرتنا هذه رادار على مسؤول ساعات معنا نلقاو شكون الرجل المناسب في المكان المناسب، كيما نلقاو شكون معين في بلاصة ما هو فاهم عليه حد شيء ومش عارف روحه فاش قاعد يخدم وإحنا موجودين بالمرصاد ليه. نتعدوا الفقر الموالي. في فقرة حال وحوال كل مرة باش نحطوا صبانا على الداء. المرة هذه زرنا سوق الأسبوع بسيدي عامر في الساحلين ولاية المستير، ناخذوا فكرة ونرجع من بعض. لهنا أخونا البائع اللي ربي عينه جابها من الأخر، أسمعوا شنو قال. مشني فلاح. انت ماكش فلاح، تسمى دوزيام ما مالك. دوزيام يعطيك الصحة. هيا سيدي اعطينا الأسوام، الأسوام تبدو باهية. الأسوام ماهياش باهية. يعني يقول لو كان البائع وهو يصر بكونه اللي هو دوزيام ما، يقول راني معناها راني ناخذ من الفلاح ونبيع، ديريكت قال راهي الأسوام ماهيش باهية. كان أنت البائع تقول لك مالك الشاري مسكين، شنو هو قاعد يعاني ويقول، هات نمشيو نسمعوا الشاري. سي قضية ما شطر القضية ما خذيناهاش. والله.
قول لي شو رايك في الاسواق؟ واش كيفاش بطاطا بدينار؟ اسواق ما صارتش غير عاديه اليوم. المواطنه هذه قالت لنا راني اشتر القضيه ما خلطتش عليها، ولكن نسمعوها لهنا كي بدات تحكي كتقول على انه الغله ارخص من الخضره. اسمعوها. الغله خذينا، الغله ارخص من الخضره. واش ارخص برشا؟ ولنا يصير حوار بينها وبين زميلتنا الصحفيه، وبداو حاب يعملوا مرقه بالمدالينا ويعملوا قلك ريجيم والغله باهيه، معناها راني عادي نروح للدار نلقى مقارونه معموله بالتومسون وفيها بنان معناها بلاصه الفلفل. معناها يعطيكم الصحه زميلتنا والمواطنه. نسمعوا. نعملوا مرقه بالمدالينا بالحق، مش نوليو نتعشاو تفاح ونتغداو لي ريجيم؟ لا اختي ريجيم عاد. مواطنة أخرى تقول اللي إحنا رانا شعب عياش وخلاص عم ناول التوى ما خلصناه. نسمعوه. بصراحة سوختو الشعب التونسي إحنا عياشة، معناها ناس تخدم، فما الناس اللي الحاكم يزال إحنا خلاص عم ناول التوى ما خلصناش فيه. لهنا القدرة الشرائية متاع المواطن صحيح صعبت ولات بالحق الإنسان مخنوق مخنوق زد كيف كيف. نحبوا نلفتوا النظر على الناس اللي مازلت تستنى في الشهاري متاحها، ولا حتى الناس اللي متاع التقاعد الشهاري متاع المتقاعدين راهم معناها ليزي هي شوية حالة كالشهيرية، راهي معناها ماشية دويات، راهم ذوكم رباونا، راهم قراونا، رانا نقفونهم ونعطيو الناس شهاريهم، نسبقوا ناس على ناس، فما شكون مستحق بالحق مستحق؟ هاو نزيدوا نسمعوا المواطنة من بعد. ما حناش مدينه كبيره، تقريبا حتى مركز ما عندناش، كعبتين وكعبه ونقاو لي بري هذو متفاح ب 3000 3000 ونص، قلت له تفاح خطيبه. هذا نتاع موسم مالا؟ نتاع موسم، قلت له هذا ماهو تفاح الزوالي كيفنا. ما الحمد لله وكاو لاباس الحمد لله. المواطنه هذه رغم قساوه الظروف الا انه التبسيمه ما فرقتش وجهها، شفت القناعه محلاها. نحب المسؤولين كي تتفرجوا تشوفوا رانا حتى في وجيعتنا في عذابنا في قمة الألم نتبسموا ونضحكوا. نسمعوها شنو قالت. شخطي توهية تبدأ كيما نقولوا المدنيين يبيعوا فيها ب600، مو بيحنا 3000 4000 ناخذوها آخر من بعد يوفى السوق تسلوحها في الوقت، بيعنا برخيص خلي الزوالي ياكل. ما طلبت حتى شيء، قالت لكم بيعوا السلعة برخيص في بلاصة تمشيو تلوحوها في الوقت. بالحق راني قاعد نشوف في بعض الأسواق تخليه السلعة تخليه معناها ما يشريها حتى حد، نخليه كيكة بالسومة ذاك ومن بعد تمشي تتلوح في الوديان ولا في المصبات. هذا يا راو عيب عيب عيب، نحاولوا نرفقوا ببعضنا شوي. واصل والله الزوالي العاد شو واصل، أنا واحد ناس عندي يا راجلي شهريته 150، والله لا يواصل والله لا يواصل، كان اضطرت من خدمة نهير ولا اثنين كان ما ثمش ما ثمش، وخضرة مرة نأخذ مرة ما نأخذش، علاش من الظروف؟ خاطر غلها علينا كل شيء غلوا علينا. والله بالحق دمرونا دمرونا بالحق دمرونا، عاود لي رفع الزوالي دمرونا والله دمرونا. نكذبش عليك ما عادش الزوالي ما عادش طايل ما عادش طايل، الزيت يدرقوا فيه علينا، ناخذوا في اللتر الزوالي درقوها علينا، الحليب ما يعطوها الناس والله، ظلت شحتوا فيهم على باكو حليب لا يعطون والله لا يعطون. هاي نقول لك ما عندناش ما يعطون للمعارف، يعطون المعارف. في حال وحوال زادا نستناو اقتراحاتكم مواضيع اللي تحبونا نحكيو فيها على صفحتنا ساحل تي في، ونستناو كومنتارياتكم. نتعداو للفقرة اللي من بعد. هذه فقرة اسمعوني اللي هي في علاقة مع فقرتنا وصل صوتك، وين ما يكون موجود الميكرو متاع قناة ساحل تي في في سوسة المستير المهدية نجم تعبر بكل حرية وتنقل مشاغل متاعك احنا نوصلوها. نسمعوا المواطنة ذي وانا راجعين. أنا بالمجد تزعلي يا تونس، وشأني شأن كل من يغير على التربة الطيبة ويحب البلاد هذه. أنا حاسس على تونس والله، المسألة كل ما تروح في سؤال أن تسأل الأحزاب ألا تصرف يا موال طايلة، نجي في الفلوس، احنا فالسين نجي في الفلوس، إذا كان بالمجد يجيبوا في الفلوس من الخارج مش يحافظوا هم على كراسيهم، شيء أسف. هذه حاجة الأولى. حاجة ثانية أقول للناس اللي على الكراسي، والكل الناس اللي تأخذ على الكراسي بالمجد شيء أسف، مهندسين بطالة بطالة مهندسين، والبندية فردي رحب وأثرياء تونس هم البطالة توا، شيء أسف. هذا عشان ما أقول لك الحقيقة. أظهر لي ياسر مثقف وتبركل عليه ومحلانا كنشوفوا ناس كما هكا وكل عادة يبتسم ويقول رو غيظني حال البلاد. المواطن هذا بدأ يحكي على أصحاب الكراسي يقول المهندسين بطالة والبندية فرضين رواحهم في البلاد. إيه بالحق بالحق، وقت اللي كنشوفوا الكفاءات معناها ما عادش
ما عادش لاقية أمل معنا في العيش الكريم، ونشوفوا البندية اللي هي فرض روحها في بلادنا وناس برواحها مسؤولة علينا وتتحكم، وفوق منها كان عجبكم معناها هكا يعيشوا على كيفهم. لا احنا ملاكه مناش كريه، والبلاد بلادنا، نمشيو نسمعوا المواطنه من بعد. ما عادش امان، ما عادش يدوك على قاعده، ما عادش تمشي تداوي تدفع تعدي وتدفع ال 5000 تدفع ال 4000 تدفع ال 15000 يقول لك ب 11000 بلا 12000 وزيد يعطيك الورقه يقول لك برا خذ البر برا الفارماسي. نجي نعدي في المصحه يقول لي برا امشي اعطوني كان الورقه. نعدي نعمل التحليل نعمله ب 13000 نعمله ب 14000 نعمله حتى ل 30000. ما عادش مسيخين الطب ونقول لك تو برك هاني جاي نعدي هاي ورقتي هاي هاي بنتي هاي هاي تو قداش فيها نشهر ونا عيني حشك فيها الذبانات من داخل باش يعملوا تنظيف العيني. قداش فيها تو ذي فيها سبعة شهور. جيت تو قلت لها راهي الورقه نظري راهي عيني هذه مانيش نشبح بها بالباهي. قالت لي يا مدام هذاك هو الموعد نتاعك يا اختي. امي العزيزه ان شاء الله تتحل مشكلتك وصوتك يوصل، احنا قاعدين نوصلوا في صوتك. تتشكى من الخدمات في الصحه العموميه، لهنا فما قوس باش نحلوه. لو كان نحبوا نضربوا المرفق العمومي ما نلعبوش بصحه المواطن. المؤسسة العمومية لو كان معناها فما تحبوا تخوصوها تحبوا تخرجوها من اللي هي فيه ما نعملوش هكا، ما نلعبوش بالدويات. الدويات مفقودة، واحد يجي يعمل رونديفو بنقولوا له برا استنى 3 أو 4 سنين. أخي ما زلنا نحبوا نخسر مواطنين في البلاد هذه صحة؟ عنا بند دستوري يعطينا الحق في الصحة والعيش الكريم، راهو مش معقول من بعد معناها نجيو نقولوا لهم برا ومشيوا عادي في المساحات الخاصة. المساحات الخاصة بك الحسبة، ما فما ناس ما تقدرش عليها. يا ولدي راهو عنا الحق فيها البلاد هذه، رانا معاكم. عيب 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 كيما ام كيما هذه شاد اوراقها وتدور من سبيطار لسبيطار وحنا ناجلوا لهم في اللي رونديفو. عليه عليه هكا. كانت هذه حلقتنا والحلقات الجايه باش نطلعوا في الريتم شويه، رانا باش نعملوا قرصه وذن باش نحطوا اصبعنا عداه باش نحكيوا في المسكوت عنه باش نعملوا كل شيء، ولكن هذا نعمله على رحابة صدركم. ونحبوكم زيادة انتم السادة المسؤولين تتقبلوا النقد هذا، على خاطر بالنقد النجم مقدمه. إلى اللقاء.